مستمرين بمحطتنا ليلى، ودائما لما بنحكي عن الكنيسة فلازم نتحدث عن جماعة المؤمنين بالدرجة الأولى والعمل المستمر والمتواصل والجهود بكل الأوقات، سواء بأوقات الحزن وأوقات الفرح مثل ما بنقول، اللي هن دائما متواجدين ومستعدين ومتأهبين لحتى يكونوا ضمن الكنيسة ويكونوا مع الناس ومع المصلين. اليوم عم نحكي مو بس على الصعيد الروحي معهم وأيضا على الصعيد الإنساني. محطتنا رح نحكي فيها عن أنشطة السيدات مع الآنسة آمال إبراهيم، رئيسة أخوية رقاد السيدة للسيدات. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. المسيح قام، حقا قام. ينعاد عليك، يخلينا ياكم، ينعاد على الجميع وعلى البلد بأكملها بألف خير يا رب. آمين يا رب. بداية خلينا نتحدث عن لجنة السيدات، تحكي لنا شوي عنها. لجنة السيدات، نحن أخوية ضمن الكنيسة، مجموعة سيدات الكنيسة من الرعية وفي من خارج الرعية. حاولنا نهتم بالمرأة، لأنه مثل ما بيقولوا المرأة نصف المجتمع، بس هي بتربي النصف الثاني. صحيح. إذن المرأة هي المجتمع. فنحن مجموعة السيدات، عنا اجتماعات دورية، في لنا لقاءات وأنشطة، اجتماعاتنا مواضيعنا دينية اجتماعية طبية على جميع المستويات، طبعا برعاية أبائنا الأجلاء بالكنيسة، هن المرجع تبعنا. ونشكر الله، عم نحاول قدر الإمكان نساعد بكل الظروف، بس يمكن بالوقت الحالي ظروف الجميع صعبة نوعا ما، بنحاول نكون جنبهم، نكون معهم. لقاءاتنا دورية، نحن عنا اجتماع أسبوعي كل أسبوع بنجمع هالسيدات، بنحاول نساعد آبائنا قدر الإمكان بالكنيسة. يعني هلأ بموسم الفصح، كان الموسم حلو كتير كتير، هذا عيد الأعياد اسمه، عيد الكبير، عيد قيامة السيد المسيح. منبلش بأول يوم بالصوم اللي بنسميه تنين البعوث، نطبخ المجدرة، نطبخ مجدرة الدعوة عامة، يعني نطبخ كميات كبيرة السيدات. عملناها هون برا جنب الكنيسة، جمعنا كل العالم، نساوي مجدرة وسلطة بنوزعها على كل العالم وبتنبسط العالم. يعني بنحس الكنيسة هي المرجع وهي بيت الأمان. صحيح. بكل الأماكن وبكل الأديان بيت الله هو الجامع، هو اللي بيكون فيه المحبة الصادقة وفيكون العطاء. تمام. بنرجع بالصوم صلوات كل يوم، بصوم الفصح متواجدين بالصلوات. من أسبوع قبل العيد نعمل عملنا بازار ألبسة بأسعار رمزية جدا، فتحنا لكل العالم كمان. وكثير بنهتم بالأطفال، يعني كانت ثياب الأطفال، ونقول نشكر الله والحمد لله ساعدنا العالم قدر الإمكان واشتريت العالم وأخذت الحمد لله. هلا آخر شيء يوم العيد سلق البيض، نحن بنسلق البيض ومنلونه بالأحمر وبنوزعه على كل الموجودين بالكنيسة، وإن شاء الله بينعاد على الجميع. والمسيح قام، حقا قام، حقا قام. هي. يعني حضرتك عم تحكي، قلتي جملة كتير مهمة، اللي هي الكنيسة اللي هي بيت الرب اللي بتجمع الكل، وكذلك المرأة أو الأم هي كمان بيت العائلة اللي بتجمع طبعاً. كل أبناء. وبما أنه نحن عم نحكي عن السيدات اللي هن كمان مثل ما حكينا نصف المجتمع، اليوم في كتير مسؤولية عليهم، قديه مهم يمكن توعية كان منه هي صبية إلى أصبحت أم طبعاً. على واجباتها تجاه طبعاً. بيتها طبعاً. وتجاه مجتمعها، هذا كثير بنشتغل عليه. انا قلت لك مواضيعنا مو بس دينيه، يعني انا بجيب الاباء الاجلاء بيعملوا لنا مواضيع دينيه، بس لا، عندي اخصائيين اجتماعيين، عنا اطباء، عنا بيت، لانه المراه جد يعني هي الام، هي الزوجه، هي الاخت، على كل المحاور بدنا. يعني خاصه بهالايام للاسف، يعني الكل بيعرف، الكل كثير عنا مشاكل وكثير عنا قصص، عم نحاول قدر الامكان ندرس عليها ونتعب عليها. يعني يعني الأم نحفزها مشان البنات الإخوات، يعني للأسف هلأ كثير عنا أوضاع صعبة والكل شايفة وكلنا شايفينها. صحيح. عم نحاول قدر الإمكان نشدهم للكنيسة، يعني اللي عندها بنت انتبهي لبنتك، جيبي بنتك وتعي على الكنيسة. يعني عم نحاول حتى البنات الصغار هلأ كثير عم نجيبهم، يطولنا عمر صاحب الغبطة والآباء الأجلاء، صرنا عم نخليهم بدورة الكنيسة. فالبنات الصغار والصبيان عم نساوي لهم ثياب يلبسوها بيدوروا، يعني يحاولوا تواجدهم بالكنيسه بتعاملهم مع الاباء وقت اللي عم يحسوا بشيء، يعني قدر الامكان يكون حافز. يعني كثير هلا يعني عم نشتغل على هذا الوضع، لانه
كلكم تعرفوا، الكل بيعرف يعني وضعنا هلا، بدنا فبيت الله لازم يجمع الكل. فكتير عم نحفز السيدات يجيبوا، يعني جيبوا رجالكم حتى على الكنيسة، جيبوا أولادكم. كتير بفرح بالعيلة اللي بتلاقيها فايتة على الكنيسة وجايبة مع أولادها، لأن هي كتير شغلة حلوة. صحيح. كتير شغلة حلوة، يعني بيضل أحسن. عم نسعى كتير إنه نجمعهم بالكنيسة، نشدهم بنفس الوقت بعمل لهم بعض النشاطات برا، بس بحاول ما تكون هي الأساس يعني. يعني مثلا هلا على العيد بحاول اخذهم غدا او فطور، يعني بتعرفوا للوضع المادي صعب بصراحه. ايه طلعهم لانه لازم شوي يطلع من اللي فيه. عم حاول هلا احسن هي النشاطات ساويه ضمن الكنيسه، انه اليوم عنا كثير بنساويها مائده محبه بالكنيسه، بنجمع الاباء والمطاعم بس للسيدات. جيبوا كل السيدات، كل وحده تعمل اكله وتجيبها معها. هي بتشتغل علي، عرفتي حلوه، بحبوا انه تعوا مشان ما نروح برا مصاري. ايه بقاعه الكنيسه بيكونوا ساده المطارنه، بيكونوا ابائنا معنا ما بيتركونا، اباء الكنيسه دائما معنا بيحفزونا، نشكر الله يعني، بنقول الله يطول بعمرهم ويخليهم. هلا الوضع صعب بكل الحالات وعلى كل العالم، فبنحاول بس مثل ما قلنا السيدات لهم دور كبير. صحيح. حضرتكم بتعرفوا سيدات وبتعرفوا يعني السيدات كثير، فعم حاول اشتغل معهم كثير، نجمعهم اكيد دائما. يعني انا لي سنين بشتغل هون بالكنيسه، نشكر الله يعني، بقول الحمد لله والله يقدرنا ويقدر الكل لحتى نساوي شيء. يعني بالاخير هي سوريا كلمه، يعني بلدنا تبقى، انا وتبقى سوريا ان شاء الله، وتبقى دمشق، وباذن الله والرب معنا دائما، بس نكون نحن معه ونكون قراب منه. هي النقطه اللي بنحاول انه نركز عليها. فينا نقول اليوم انه مجموعه السيدات بالكنيسه والانشطه اللي عم بتقوم فيها، وهي فعلا دور فاعل كثير مهم، ما انا مقتصره على عمر معين اليوم؟ لا، هلا انا سيدات، نحن في عندنا هون طفوله وفي شبيبه بالكنيسه، عندنا طفوله وعندنا شبيبه وعندنا سيدات وفي العائلات. بس عندي يعني في اعمار بستقبل مين ما كان، بحاول شدهم قدر الامكان. يعني هلا عم فكر ساوي للعمر الاصغر اجمع الصبايا نوعا ما، كثير حلو، لانه انا برايي كثير الدين بيلعب دور والكنيسه كثير لها دور. صحيح. المفروض تشد العالم اكيد وعلى جميع الاصعده، يعني يعني تبقى العلاقه مع الله افضل العلاقات. صحيح، وهي العلاقه اللي ما بتنتهي، وهو هي الباب العلاقه الحلوه اللي ما بيتسكر بوش مؤمن أكيد باي أكيد وقت، اكيد ما بيتسكر باب شو ما كان عامل، دائما باب الرب بنحاول يعني بنقول الحمد لله. الحمد لله اكيد نتمنى طبعا من الكل ربنا هيك يستجيب لدعائنا بهي الايام المباركه. خلينا نحكي كمان اليوم عن الدور التفاعلي بينكم وبين مو بس السيدات، ايضا بين المجتمع. انتم موجودين دائما طبعاً بكل طبعاً المناسبات طبعاً وحتى طبعاً من غير المناسبات طبعاً، في لكم دور فاعل. لما مرينا بظروف صعبه بهي السنه او السنه اللي قبلها او ما الى ذلك، كان لكم ادوار متواجدة من النصيحة، من العمل التطوعي، من العمل الخيري. الحمد لله. خلينا نحكي عن أهمية هذا الدور الفاعل بالمجتمع. هذا دور كبير يعني عنا، وأنا عندي حتى بالأخوة عندي نساء مهجرات، وحاولنا نوقف جنب الكل وساعدنا كثير على جميع الأصعدة، يعني عفوا إن كان بالجيران بالبيت، إن كان بالكنيسة حوينا هون الكنيسة، كانت أبواب الكنيسة مفتوحة طول عمرها، أبواب الكنيسة مفتوحة لكل العالم. كان في كثير مهجرين، في عندي مهجرين من حرستا وعندي من زبداني وبالاخويه سيدات، وحاولنا نقويهم ما خليناهم يحسوا باي فارق، حاولت اعطيهم قوه انه انتم معنا، انتم بتعطونا، انتم كذا وانتم، والحمد لله الحمد لله. لا كثير كان في دور كثير، يعني حتى وقت الزلزال في ناس تعبت جبناها ووقفنا جنبها، والحمد لله نقول الحمد لله. أكيد بدنا نتشكرك على هاي الجهود، وكل بدنا نوجه رسالة لكل السيدات اللي خليتونا نحكي ويطلع صوتنا. أكيد. بالعكس شكرا كثير لكم، وبواب الكاتدرائية المريمية معروفة هي اسمها مريمية الشام للكل، وأهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم لكم، أنتوا جنود مجهولين يعني، أنتوا اللي بتعطوا كمان عطائكم، انتوا جنود مجهولين، الله يقويكم ويعطيكم الف عافيه. دائما شكرا لكم حبيبتي، مسموع وجودكم دائما قام حقا قام معروف. كل عام وانتم بالف خير يا رب، نعاد عليك وسوريا كلها بالف خير وانت بالف خير. شكرا لكم.